اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب طبعا بنجمتنا كابتن فاطمه عمر، نجمه الذهب. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا استاذ انس، وكل سنه وحضرتك طيبه. النهارده عيد الام. انت حضرتك طيب. كابتن، احنا كنا عملنا تقرير كده عن رحلتك وعطائك في الرياضه، خلينا نشوفه ونرجع نتكلم مع بعض. اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير كده عشان نعرفكم مين فاطمه عمر، بس ركزوا في التقرير ونرجع لبعض تاني. هي صائدة الذهب أو أسطورة رفع الأثقال أو المرأة الحديدية، جميعها ألقاب تطلق على فاطمة عمر، أيقونة رفع الأثقال البارالمبية عالمياً وعربية. تعتبر فاطمة عمر واحدة من أشهر لاعبات رفع الأثقال، ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم، فهي صاحبة 5 ميداليات بارالمبية، منها 4 ذهبيات وفضية. ولم يكن تألق البطلة المصرية في منافسات الدورات البارالمبية فقط، ولكن في رصيدها ذهب بطولات العالم وبطولات إفريقيا، وأيضا بطولة دولية متنوعة مثل بطولة فزاع، كما تم اختيارها أكثر من مرة كأفضل لاعبة رفع أثقال على مستوى العالم من قبل اللجنة البارالمبية الدولية، وأيضا حصلت على وسام الجمهورية 3 مرات. بدأت فاطمة عمر مسيرتها مع رفع الأثقال عام 1994، لتسطر بعد ذلك تاريخا طويلا من العطاء والإنجازات، واستطاعت وقتها تحقيق بطولة الجمهورية. ثم بعد ذلك انطلقت إلى العالمية لتشارك في بطولة أوروبا المفتوحة بسلوفاكيا عام 1997، وتحقق الذهب وتكسر الرقم العالمي بثقل وزنه 100 كيلوغرام. ولم تنتظر طويلا لتضيف ميدالية جديدة، وهذه المرة في بطولة العالم في دبي عام 1998، حيث حققت الميدالية الذهبية. واستمرت عمر في طريقها ليأتي الحدث الذي ينتظره جميع الرياضيين، وهي دورة الألعاب الأولمبية سيدني عام 2000، وتشارك فاطمة عمر في هذه الدورة وتحقق الميدالية الذهبية، لتبدأ تاريخا طويلا مع الميداليات البارالمبية. ومنذ مشاركتها في دورة سيدني عام 2000 لم تغب فاطمة عمر من على منصات التتويج في 5 دورات متتالية، حيث حققت الذهب في أولمبياد أثينا 2004 والذهب في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012، واستطاعت وقتها تحطيم الرقمين البارالمبي والعالمي في وزن 56 كيلوغرام برفع ثقل 143 كيلوغرام. كما شاركت البطلة المصرية في منافسات دورة ريو دي جانيرو 2016 وحققت الميدالية الفضية، ووقتها أبدت فاطمة حزنها لأنها لم تحقق الذهب، وهو الدافع الذي جعل لديها الإصرار للاستمرار والمشاركة في منافسات الدورة الأولمبية القادمة بطوكيو لتحقيق الذهب. اختيرت فاطمة عمر كأفضل لاعبة في العالم أكثر من مرة، كما تصدرت التصنيف العالمي لوزن 61 كيلوغرام لسنوات طويلة حتى عام 2016، وحالياً تحتل المركز الثاني. وتستعد البطلة المصرية حالياً للمشاركة في منافسات الدورة البارالمبية بطوكيو الصيف المقبل بطموح خاص، وهو العودة إلى الذهب بعد فضية ريو دي جانيرو، لتثبت فاطمة عمر أنها أيقونة مصرية على مر العصور.